البعض يعتقد بأنهم لم ولن يكونوا. أحيانا الأحلام تكون صعبة الوصول، لكن عليك بالاستمرار، ومهما كانت المسافات بعيدة، إن كنت تؤمن بحلمك وإن كنت تؤمن بذاتك، فاعلم بأنك ستجعل الحلم حقيقة. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا الزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان لنا هجانا. أحياها نهجا وقيم، أنثرها خلقا وشيم، أملأها أملا وهمم، أعكس منها صورتي. إنها مسؤوليتي. يمضي الزمان وتنطوي الأيام، هذا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فأين السعي والتجديد؟ ماذا عن أحلامك؟ ماذا عن إنجازاتك؟ فهل هذا ما تريد؟ إلى متى السكون؟ إلى متى الضعف؟ إلى متى خلق الأعذار؟ إلى متى الضياع؟ تريد أن تكون، ولكن الثقة بالنفس، الأمل، لا تلقي باللوم على من حولك، لا تستسلم للفشل، آمن بذاتك، آمن بقدراتك، أخرج من أعماقك قرار التغيير، ابدأ بنفسك أولا، أنت تستطيع، يمكنك فعل ذلك. الدوافع، الطموح، الفعل والتوكل، التخيل والرؤية، الاستمرارية، آن الأوان لقهر الخوف، لتحمل المسؤولية، آن الأوان لعمارة الأرض، آن الأوان للتغير الحقيقي، آن الأوان ليغدو الحلم حقيقة. معا سنصل إلى القمة. أحمل في عيني وطن، أحفظه نظما وسكن، أخدمه بذلا وروى، وطني بيتي بيئتي. إنها مسؤوليتي.